زارت زوجة الدكتور آيدن من جامعة إنونو أوروميتشي قبل 5 أشهر بعد أن علمت أن والدتها كانت مريضة ولم تعد منذ ذلك الوقت. وبعد قيام آيدن بالعديد من الاستفسارات علم أن زوجته اعتقلت من قبل الحكومة المحلية ولم يسمح لها بالعودة إلى زوجها في تركيا. وأرسل آيدن وثائق الزواج من السلطات التركية ذات الصلة وشهادة عمل زوجته إلى القنصلية الصينية وأجرى مفاوضات متكررة، ولكن لم يحصل على أي رد. أفادت وكالة هاربين في 3 سبتمبر افتتحت القمة 6 لرؤساء الدول الناطقة باللغة التركية اليوم في مدينة شولبون آتا على ساحل بحيرة آيسيك في قرغيزستان بحضور الرئيس القازاكي نزار بايف والرئيس القرغيزي جينبيكوف والرئيس التركي أردوغان والرئيس الأذربيجاني علي ييف ورئيس الأوزبكي ميردياييف ورئيس الوزراء المجري أوربان. وستتحدث القمة عن سياسة الشباب والتعاون في مجال الرياضة الوطنية، ومن المتوقع توقيع بعض الاتفاقيات خلال القمة. ووفقا لجدول الأعمال سيتم تسليم الرئاسة الدورية للبرلمان التركي إلى قرغيزستان، في حين سيتولى ممثل كازاخستان منصب الأمين العام. ويتألف البرلمان التركي من 4 منظمات رئيسية: المنظمة الدولية للثقافة التركية، والجمعية البرلمانية الوطنية التركية، والأكاديمية التركية الدولية، والمؤسسة الثقافية التركية ميراس. بالإضافة إلى ذلك يضم البرلمان التركي أيضا مجلس رجال الأعمال، والذي يتمثل هدفه الأساسي في تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار. وأيضا ستعقد دورة الألعاب البدوية العالمية 3 خلال القمة. ذكرت شبكة دوتشا ويلي الصينية في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين في 3 سبتمبر ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا واقترح 8 إجراءات رئيسية، وقال إنه سيستثمر 60 مليار دولار بما في ذلك تقديم 15 مليار دولار بصورة مساعدات وقروض بدون فوائد وبشكل ميسر، بالإضافة إلى تقديم 20 مليار دولار من صناديق الائتمان وتقديم 10 مليارات دولار لصندوق خاص بالتنمية الصينية الإفريقية و5 مليارات دولار لصندوق خاص بالواردات الإفريقية لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في إفريقيا بما لا يقل عن 10 مليار دولار في السنوات 3 المقبلة. كما أعلن أن الصين ستتخلى عن ديون الحكومة للدول الإفريقية الفقيرة التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين حتى عام 2018. وأكد شي جين بينغ على 5 غايات: لا تتدخل مع الدول الإفريقية لاستكشاف مسار التنمية الذي يتوافق مع الظروف الوطنية، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإفريقيا، وأن لا تفرض إرادتها على الآخرين، وأن لا تفرض أي شروط سياسية للمساعدة، وأن لا تستثمر في إفريقيا في السعي وراء المصلحة السياسية الذاتية في التمويل. في تقرير إخباري شامل لوكالة الأنباء المركزية قالت الشرطة الليبية إن سجنا في الضاحية الجنوبية لطرابلس تعرض بالأمس لأعمال شغب وهرب نحو 400 سجين، فيما لم يتمكن حراس السجن من منع الأسرى من الفرار لأنهم كانوا يخشون أن يتعرض المعتقلين لحياتهم. ويذكر أنه اندلعت مواجهات مسلحة قبل أسبوع بالقرب من السجن. وقالت الشرطة في بيان لها إن المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة بالقرب من السجن، وأن معظم المعتقلين في هذا السجن كانوا من المؤيدين السابقين لنظام القذافي الذي أطيح به عام 2011. أفادت وكالة الأنباء الفضائية الروسية في موسكو في 3 سبتمبر يعتقد وزير الخارجية الروسي لافروف أن الرئيس الأمريكي ترامب ووزير خارجيته بومبيو يدركون أن التعاون مع روسيا يصب في مصلحة واشنطن. ووفقا له فإن الشركات الأمريكية مهتمة بالسوق الروسي والمصالح الاقتصادية المستقبلية للولايات المتحدة، لا يمكنها تجاهل السوق الروسي وإمكانيات التعاون مع روسيا.